بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 30 بعد 100 الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا في المملكة الأردنية الهاشمية، تقول أم البراء. أم البراء، عرضنا لها قضية في حلقة مضت، وفي هذه القضية تقول: ما حكم الزوجة التي لا تؤدي حقوق زوجها منذ 6 سنوات، وعند النزاع مع زوجها وعند رجوعه مع من العمل وحضوره إلى البيت يرد السلام عليها فلا تجيبه، ويسألها ولا تجيبه، وفوق هذا كله تقوم بعتابه وبإعلاء الصوت عليه والصرا، مع العلم أنه طيب في قلبه وعطوف حنون، ويعاملها المعاملة الحسنة مقابل معاملتها السيئة له، ويؤدي حقوقها على أكمل وجه ويحترمها، ويقوم بالإنفاق عليها وعلى أولادها على أكمل وجه، وهو شخص يصلي ويخاف الله ويخشى، ولهم 6 سنوات وهم على هذا الحال. وحينئذ الرجل يرتجي من الله الفرج، ويبلغ من العمر 59 عاما، وهي تبلغ 56 عاما، وهو صابر على ذلك الحال حتى يلقى وجه ربه الكريم. وصلة القرابة بينهما أولاد الخالة، وكونه قريبنا نريد أن تفيدوننا جزاكم الله خيرا بما يقرب بين قلبيهما، وفقكم الله وأحسن لكم الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. إن الله سبحانه وتعالى أوجب على الزوجة طاعة زوجها بالمعروف في غير معصية الله، وقد جاء الوعيد الشديد على المرأة التي تعصي زوجها في حق من حقوقه، وقد جاء أن من باتت وزوجها ساخط عليها لعنها من في السماء حتى تصبح، أو لعنتها الملائكة حتى تصبح. وجاء في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقنا فإنكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: ولما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة أو الشكات وتكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداكن الدهر قالت: ما رأيت منك خيرا قط، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المرأة تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تؤدي حق زوجها، وأن تطيعه في غير معصية الله، فإن خالفت فعليها الوعيد الشديد. فهذه المرأة المذكورة في السؤال إذا صح ما وقع عنها وصح أن زوجها يحسن إليها فإنها تكون آثمة إثما عظيما، فعليها بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والمبادرة بذلك، واسترضاء زوجها، طلب المسامحة منه قبل أن يفوت الأوان، فتندم حينما لا ينفع الندم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حينما تقع الجفوة بين الزوجين شيخ صالح، كيف هو السبيل حتى تعود الأمور إلى طبيعتها الأولى، إلى شيء من الوفاء والألفة والمحبة، ولا سيما إذا كان هناك أولاد، هناك عشرة طويلة، هناك كبر في السن أيضا، وهو محل العقل ونزاهة التفكير؟ أولا يجب على الزوجين أن يصلح ما بينهما من الخلاف، وأن يسوي ما بينهما من النزاع بأنفسهما. قال تعالى: وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. فإذا لم يستطيع الإصلاح بينهما فإن الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة حكمين. أولا على الزوج المرحلة الأولى إذا رأى من زوجته نشوزا فإنه
يعالج ذلك بالطرق التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فهذه صلاحيات أعطاها الله للزوج بأن يعالج نشوز زوجته بنفسه، أولا بالموعظة، تخويف بالله سبحانه وتعالى، فإن لم تجد الموعظة فبالهجر في المضاجع، فإن لم تجد الهجر فبالضرب غير المبرح. وكذلك الزوجة إذا رأت من أو خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فكما قال الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، لأن تتنازل عن شيء من حقها عليه حتى تعود العشرة والألفة بينهما. المرحلة الثالثة: إذا لم يستطع الزوج إصلاح زوجته ولم تستطع الزوجة إصلاح زوجها، فهناك تشكيل الحكمين. قال سبحانه وتعالى: أبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فالقاضي شكل حكمين، والحكمان ينظران في واقع الزوجين وينظران في النزاع ويعملان على الإصلاح بينهما إن أمكن. وإذا لم يمكن الإصلاح بينهما فإنهما ينتقلان إلى حالة التفريق بينهما، لأنهما ليسا صالحين للبقاء على الزوجية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما يود أن يتلافاها الزوجان وربما أحدهما أكثر من الآخر هو هذا الموضوع، موضوع الفراق، موضوع الانفصال. هل من كلمة شيخ صالح؟ نعم. ما يود أن يتلافاها الزوجان أو بل ربما يكون أحدهما أكثر من الآخر هو هذا الموضوع، موضوع الفراق، موضوع الانفصال. هل من كلمة حتى يتجنبوا هذا الموضوع جزاكم الله خيرا؟ كما ذكرنا أن الزوج يحاول أن يصلح مع زوجته وأن يترك ما ينفر زوجته أو يغضب زوجته عليه. إذا كان الخطأ منه فإنه ينصف من نفسه ويعدل الخطأ، وإذا كان لها عليه حق فإنه يؤدي حقها عليه. وإن كان الخطأ من الزوجة فإنها تصلح خطأها، تطلب المسامحة من الزوج. وبهذه الطريقة لا يحتاجان إلى الفراق، إنما الفراق يحتاج إليه عند الضرورة. إذا لم يمكن الوئام بينهما والإصلاح بينهما فالبقاء على النزاع والشقاق لا يتحصل منه مصلحة زوجية، فالفراق في هذه الحالة أحسن. وأن يتفرق يغني الله كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما. نعم. كان الشيخ صالح يقول إن أحسن طريق لتجنب الفصال، لتجنب الطلاق، هو أن يتنازل كل من الطرفين عن الآخر ولو في شيء من الحقوق. من حقوق. نعم. جزاكم الله خير. أن يتنازل عن شيء من حقوقه. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى رسالة أخرى من رسائل إخوتنا المستمعين، فيسأل صاحب هذه الرسالة ويقول: ما الحكم في من يقول إن هذه الأشياء خلقتها الطبيعة؟ الذي يرى أن الأشياء خلقتها الطبيعة يكون كافرا بالله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، الله خالق كل شيء، هو على كل شيء وكيل. فالخلق مختص بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر هذا الكون. الذي يرى أن أحدا يخلق شيئا مع الله سبحانه وتعالى يعتبر كافرا مشركا في الربوبية. لا الطبيعة ولا غيرها تخلق مع الله سبحانه وتعالى، أم له شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، بل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أم له شركاء؟ قال تعالى: أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قال سبحانه وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فالله جل وعلا هو الخالق، فمن اعتقد أن أحدا يخلق مع الله الطبيعة أو غيرها أو أن الطبيعة هي التي تخلق الأشياء فهذا بخوف من الخالق سبحانه وتعالى، فإنكار للخالق سبحانه
سبحانه وتعالى، وهذا تعطيل وكفر أشد الكفر، من أشد أنواع الكفر والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تتردد هذه العبارات على ألسنة بعض الناس نتيجة الجلوس مع أناس معينين أو الاستماع إلى وسيلة من وسائل الإعلام أو قراءة كتاب من الكتب، هل من كلمة يا شيخ صالح؟ الواجب على المسلم أن يتعلم أمور دينه ولا سيما العقيدة، يعرف العقيدة الصحيحة ويعرف ما يضافها من الاعتقادات الباطلة، من أجل أن يكون على حذر من الوقوع في ما يخل بعقيدته أو يبطلها. المجالسة لها تأثير ولا شك، فعلى المسلم أن يجالس أهل الإيمان وأهل العلم الذين يزيدونه بصيرة ويزيدونه إيمانا ويزيدونه علما وعملا، وأن يتجنب مجالسة الملاحدة ومجالسة الجهال ومجالسة الأشرار، لأنهم يزيدونه جهلا وشرا وقد يحرفونه عن الإيمان إلى الكفر. والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فالواجب على المسلم أن يحذر من هذا. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. فلا شك ان الجلساء لهم تاثير على مجالسهم. قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، لا يفقد من جالسه وصاحبه، لا يفقد الفائده، اما ان يحصل على شيء من المثل ببيع أو هدى، وإما أن يجد رائحة طيبة على الأقل مدة صحبته له. وشبه صلى الله عليه وسلم جليس السوء بنافس الكير، الذي يجلس إلى نافس الكير لا يفقد الأذى، إما بأن يخرق ثيابه بما يتطاير من الشرف، وإما أن يجد رائحة كريهة عنده وقت جلوسه. فكذلك الذي يجالس الأشرار، إما أن يتأثر بهم إن كانوا صالحين تأثر صلاحاً، أو يتأثر بهم إن كانوا سيئين يتأثروا بالسوء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، القراءة لها تأثير كبير على حياة القارئ، على فكره وعلى أيضا مسلكه، هل من كلمة يحفظكم الله؟ نعم، القراءة لها تأثير كبير على فكر القارئ وعلى مسلكه وتصرفاته، بالإضافة إلى معتقده، هل من كلمة حول هذا؟ ولا شك كذلك القراءة أن القارئ يتأثر بما يقرأ، لا سيما إذا كان جاهلا، فعلى المسلم أن يختار ما يقرأ ولمن يقرأ، أن يختار الكتب النافعة التي تفيده في دينه وفي أخلاقه. فعلى طالب العلم وعلى من يريد المطالعة أن يختار الكتب المفيدة النافعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم، وإذا كان يجهل حقيقة الكتب فليسأل أهل الخبرة وأهل العلم يدلوه على الكتب النافعة المفيدة. وكذلك عليه أن يطلب العلم على أهله، وأن يجالس العلماء ويحضر الدروس ويستفيد من أهل العلم، فهو يستفيد من جانبين، من جانب الكتب النافعة والمطالعة، ويستفيد من جانب العلماء وحضورهم ومساءلتهم. وعليه أن يحذر كل الحذر أن يقرأ الكتب المنحرفة المستولة على الأفكار الضالة والعقائد الباطلة، وأن لا يتساهل بذلك. إنما يجوز مطالعة الكتب المنحرفة لأهل الاختصاص الذين يريدون أن يعرفوا ما فيها من أباطيل من أجل الرد عليها وإبطالها. فلا يجوز لكل أحد أن يطالع في الكتب الضائعة والكتب المنحرفة، لأن هذا سبب للضلال وسبب للانحراف والانطباع بما فيها. فهذه الكتب لا شك أنها خطيرة جدا، ولهذا نص أهل العلم على أن كتب الانحراف والفكر الضال يجب إتلافها، لأن تؤثر على المجتمع المسلم، يجب إتلافها وإبعادها عن المجتمع المسلم، ولا يسمح ببيعها وترويجها، لأنها تفسد عقائد الناس وأديانهم وأخلاقهم وأفكارهم. وكم ظل بسبب هذه الكتب من أفراد وجماعات، وكم ترى في الناس من شعورها من عقائد باطلة وانحرافات فكرية إلى غير ذلك من الشرور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقد عن هذا الموضوع رغم أهميته وكثرة ما يتردد حوله الشيخ صالح، ننتقد إلى قضية يسأل عنها هذا المستمع فيقول: ما حكم من يصف الزمان بأنه زمان غدر أو زمان سوء وما أشبه ذلك؟ لا تجوز مسبة الجمال ومسبة الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى
يقول: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وقال صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. الذي يسب الدهر إنما يسب الله سبحانه وتعالى، لأن الدهر ليس بيده شيء، وإنما هو زمان مخلوق، والذي يدبر الأمور في الدهر والأوقات والأزمان هو الله سبحانه وتعالى. فإذا سب الدهر فقد سب الله سبحانه وتعالى، لأن ما يجري في هذا الوقت إنما هو بقضاء الله وقدره وخلقه وإرادته سبحانه وتعالى. فلهذا نهي عن مسبة الدهر، وأيضا لأن هذا ينبئ عن اعتقاد باطل هو أن الدهر هو الذي يتصرف، فهو الذي أحدث ما يكرهه هذا الساب، يقول أن الأمر بخلاف ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أجرى هذه الأمور المكروهة والمحبوبة كلها من الله سبحانه وتعالى. وهذا اعتقاد الدهرية الذين يقولون إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. فهذا اعتقاد الدهريين الملاحدة. والمسلم إذا قال هذا فإنه لا يخرج من الدين، ولكنه يكون متشبها بهؤلاء، ويلحقه من الإثم بقدر ما يكون في قلبه من الاعتقاد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أيمن إسماعيل فاروق يقول: يعرف أحد معارفه ويعرف عنه أنه سرق من شخص مبلغا من المال يقدر ب3000 ريال، يقول: نصحته كيما يعيد ذلك المبلغ بأي سبيل، ولكنه لم يستجب، هل يخبر صاحب المال المسروق أم كيف تنصحونه؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان صاحب المال المسروق يسأل عنه ويبحث عنه وهذا وليس عنده بينة، وهذا عنده خبر وعنده بينة، فإنه يبين، لأن هذا من أداء الشهادة، لأن تضيع الحقوق. قد جاء في الحديث: خير الشهود الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا. والمراد بذلك إذا كان عند الإنسان شهادة بحق لأحد وخاف أن يضيع هذا الحق، فإنه يبين ما عنده من الشهادة من أجل إيصال الحقوق إلى أهلها ومن أجل إيقاف الظالمين عند حدهم. أما إذا كان صاحب المال لا يدري عنه ولا سأل عنه، فإن الأحسن أن يتركه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي.